كيف تعرف كمبتدئ بشكل سريع التحكم اللي قدامك حقيقي او خلينا نقول مستمر او فقط مؤقت او الحصان يسلك لك او يسلك الرعيه اللي راكبه او اللي قاعده؟ يعني على سبيل المثال في اشياء ما تسولها من قبل الصح الى حد ما او من قبل طرق الركوب الصحيحه، فلو جيت سويتها قدامك بس تبغى تتاكد هل هو فعلها مؤقت او انها صدق جت معي او انها صار بس يسلك لي او انها بالفعل نتيجه فعليه اسويها مع كل الخيل او اجيبها مع كل الخيل، ببساطه هل تستمر النتيجه كما هي او حتى تتحسن لما يكون الوضع اصعب؟ يعني الحصان رجعت ورا عندك داوك بسهوله. طيب لو قدامه فحل يشمه خشم خشمه اقدر ارجع ورا بس بسهوله؟ لو قدامه افراس اقدر ارجع ورا بس بسهوله؟ بس افكر كعب الحصان وقف بسهوله، هل تستطيع توقفه وتكعب بسهوله وقدامه خيل فاتحه يبغى يلحقها او لا؟ هذاك التوجيه اوجهه بسهوله وسلاسه. طيب لو كان حوله افراس وفحول يمين او يسار تقدر توجه عكسه بسهوله ولا لا؟ واذا استمرت النتيجه عند الاختلاف شرق صح، اذا النتيجه كلها تغير وقت الاختلاف معناتها مؤقتة، يعني زي السيارة توقف معك فرامل حلو سلس لكن ممكن مرات مستحيل توقف، تنتقل من قمة الوقوف وصورة الوقوف إلى عدم الوقوف إطلاقا، هذه مصيبة. بالنسبة للركوب الخاطئ أصلا ما يجيب نتيجة، نقدر نقول بعض الحركات الصعبة اللي تسوى في طرق الركوب الصحيحة اللي يركب خطأ ما يسويها أصلا، اللي يركب صح في أغلب طرق الركوب الصحيحة يسويها بسلاسة، لكن وقت الجد وعند الاختلاف تتغير النتيجة كلها، يمكن الحصان ينتقل من قمة التحكم إلى قمة عدم التحكم والتفلت. فالطريقة الأصح في نظري التزليق ومواكبة الطريقة العربية لما يجي وقت الجد ويحصل الاختلاف مو بس تجيب نفس النتيجة، عادة تجيب نتيجة أحسن. شرحناها باليوتيوب ليش أحسن؟ لأن الحصان لما يكون وقت الاختلاف يكون حار أكثر فيستعمل المهارة أكثر، يسحب زيادة مما يسهل عليك العملية، فتكون النتيجة أقوى مو بأسوأ، أحسن مو بأسوأ. وهذا شيء مرئي بالمقاطع في اليوتيوب. التحكم فيه وترجيعه ورا لما يكون قدامه فحول وافراس اسلس واسرع قدام الكاتشوف.